مليون و900 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مجانا. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم الانتهاء من إجراء 1,900,000 عملية جراحية، وده طبعا ضمن مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة خلال الفترة الجاية، طبعا في التدخلات الجراحية الحرجة اللي بتشملها المبادرة منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018، يعني ما يقرب من 5 سنوات عملنا أو تم إجراء ما يقرب من 2 مليون عملية جراحية. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أكد أن الوزارة تابعت أكثر من 61,903 حالة بعد إجراء العمليات عشان يتأكدوا من جودة الخدمة المقدمة لكل المرضى. طبعا ده كان خلال الفترة ما بين يناير 2023 إلى مايو 2023، بالإضافة لاستقبال 27,338 اتصال من مرضى قوائم الانتظار خلال نفس الفترة، طبعا ده عن طريق الخط الساخن المخصص لهذه المبادرة. دكتور حسام عبد الغفار قال كمان ان المبادره بتشمل جراحات القلب والعظام والرمد والاورام والقسطره المخيه وكمان قسطره القلب، وطبعا جراحات المخ والاعصاب، بالاضافه الى زراعه الكلى وزراعه الكبد وزراعه القوقعه، وكل ده طبعا وفقا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بالاضافه على توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعه للمبادره، طبعا ده عشان نضمن حصولهم على الخدمه الطبيه باقصى سرعه ممكنه. زي ما قلنا من شويه الهدف هو الانتهاء من قوائم الانتظار وما بقاش في تراكم لقائمه انتظار جديده خلال هذه الفتره. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان اكد ان خدمات مبادره رئيس الجمهوريه لانهاء قوائم الانتظار مجانيه بالكامل، ودي نقطه في غايه الاهميه، ان هذه المبادره عشان انهاء قوائم الانتظار هي مبادره مجانيه بالكامل، والمريض لا يتحمل اي اعباء ماديه لان المبادره قائمه على تخفيف معاناه غير القادرين واجراء الجراحات العاجله والحرجه باعلى جوده ممكنه وفي اسرع وقت ممكن. كمان دكتور حسام عبد الغفار قال كمان ان الوزاره بتهتم برفع مستوى الاداء بالمستشفيات عشان تقدم افضل خدمات طبيه للمرضى، وطبعا ده كمان عن طريق التدريب المستمر للكوادر الطبيه، كمان تزود المستشفيات بالمستلزمات والاجهزه الحديثه اللازمه لاجراء التدخلات الجراحيه في اسرع وقت ممكن وبادق طريقه ممكنه، بالاضافه طبعا للتطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادره عشان يبقى فيه سهوله في متابعه واستخراج البيانات. اكيد كمان عايزين نقول لكم ان المبادره ساهمت من وقت انطلاقها في تفعيل منظومه الكترونيه موحده بتربط بين الجهات المصدره لقرارات العلاج سواء على نفقه الدوله او حتى التامين الصحي، وده بناء على السعه الاستيعابيه لكل مستشفى مع امكانيه تحويل بعض الحالات بين القطاعات المقدمه للخدمه. وزارة الصحة والسكان بتناشد المرضى اللي بيحتاجوا تدخلات جراحية من العمليات اللي بتشملها هذه المبادرة انهم يسجلوا على الموقع الالكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وبتنوه لاستقبال استفسارات وبيانات المواطنين عن طريق الخط الساخن اللي هو 15-300-15300، ده الخط الساخن اللي اي مواطن يقدر يكلمه لو عنده اي استفسار او هيقول بياناته خلال هذا الخط الساخن عشان ينتهي من وجوده في قوائم الانتظار ويروح ويعمل عملية جراحية اللي هو محتاجها خلال هذه الفترة. زي ما قلنا لكم 1,900,000 عملية جراحية اتعملت بالفعل ضمن المبادرة الرئاسية عشان انهاء قوائم الانتظار، وكل هذه العمليات مجانية المريض لا يتحمل فيها اي شيء، طبعا انجاز عظيم جدا جدا وانجاز كبير، ولسه المبادرة مستمرة عشان تنهي تماما على كل المرضى المتواجدين في قوائم الانتظار اللي هم بينتظروا ان هم يتعملوا عملية جراحية ان شاء الله يقوموا كلهم بالسلامة في اقل وقت ممكن وبخدمة مميزة من وزارة الصحة المصرية. كانت هذه خدمتنا الاخبارية لهذا الوقت الان، وانتظرونا في خدمة اخبارية جديدة ان شاء الله خلال الساعات اللي جاية. شكرا جزيلا لكم.